السلام عليكم ورحمة الله، أهلا ومرحبا بكم في حصة اليوم. اليوم إن شاء الله سنتعرف على بعض المصطلحات والعبارات المتعلقة بالحمل والولادة، فلنبدأ على بركة الله. أولا اختبار الحمل. اختبار الحمل هو تيست دو غروسيس. تيست دو غروسيس. تيست دو غروسيس. تيست دو غروسيس اختبار الحمل. الحمل هو la grossesse. La grossesse. La grossesse. فانتبهوا بالنسبة la grossesse تتكتب بدوز اس. دوز اس. La grossesse. ولا بغيت نقول امرأة حامل هي une femme enceinte. Une femme enceinte. Une femme امرأة enceinte حامل. ولا بغيت نقول انا حامل هي je suis enceinte. Je suis enceinte. Je suis أنا enceinte حامل. Je suis enceinte. من بعد كنمشيو عند طبيب النساء باش كيأكد لينا الحمل. فطبيب النساء هو le gynécologue. Le gynécologue. Le gynécologue. والطبيب اللي كيكون مختص في الولادة كيتسمى l'obstétricien. L'obstétricien. فكاين بعض لي جينيكولوج اللي كيكونوا مكلفين غير بلو سيستيم جينيتال نتاع لا فام، يعني الجهاز التناسلي نتاع المراه، وبالامراض اللي كيكونوا في السان، فما كيكونوش مختصين في الولاده. فلوبستيتريسيان هو الطبيب اللي كيكون مكلف بالولاده. فالحمل كيكون في الرحم. الرحم اللي هو لوتيروس. 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 فالرحم او لوتيروس كيكون فيه الجنين اللي هو le fœtus. Le fœtus. Fœtus. وقبل ما يكون جنين، يعني في الاسابيع الاولى، كيكون سميتو لامبريون. لامبريون. يعني من بعد فاش كيتكون، فاش كيتكون يعني الراس واليدين والرجلين، كيولي كيتسمى فœتus. داكور. دونك لامبريون ثم كيولي فœتus. المشيمة اللي هي le placenta. Le placenta. Le placenta. وكيكون ايضا الحبل السري اللي هو le cordon ombilical. Le cordon ombilical. Le cordon ombilical. الحبل السري le cordon ombilical. فالحمل كينقسم الى ثلاث اجزاء. عندنا الثلث الاول من الحمل، الثلث الثاني من الحمل، والثلث الثالث من الحمل. فبالنسبه للثلث الاول من الحمل هو premier trimestre de la grossesse ou le premier trimestre de grossesse. Donc premier trimestre de la grossesse. Premier trimestre ou ثلث الاول de la grossesse من الحمل. Donc le premier trimestre de grossesse كيكون من الاسبوع الاول الى الاسبوع 13. Donc من première semaine حتى 13e semaine. يعني من الشهر الاول الى الشهر الثالث. ففي هذا البروميير تريمستر لا قدر الله ممكن يوقع الاجهاض اللي هو لافورتمون. 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 كيجي الثلث الثاني من الحمل اللي هو دوزيام تريمستر دو لا غروسيس. دوزيام تريمستر دو لا غروسيس. دونك دوزيام تريمستر هو الثلث الثاني دو لا غروسيس من الحمل، اللي كيكون من الاسبوع الرابع عشر الى الاسبوع السادس والعشرين. يعني كيكون من بداية الشهر الرابع إلى نهاية الشهر السادس. دونك كيكون من الكاتورزيام سيمين جوسكا الفانسيزيام سيمين. من بعد كيجي الثلث الثالث من الحمل اللي هو تخوازيام تريمستر دو لا غروسيس. تخوازيام تريمستر يعني الثلث الثالث دو لا غروسيس من الحمل، اللي كيكون من الأسبوع السابع والعشرين إلى الأسبوع الأربعين، يعني من الشهر السابع إلى الشهر التاسع. ومن بعد كيجيو الانقباضات اللي هما لي كونتراكسيون. لي كونتراكسيون. لي كونتراكسيون. لي كونتراكسيون. وممكن يكون انقباض كاذب، يعني فوس كونتراكسيون. فوس كونتراكسيون. فوس كونتراكسيون يعني انقباض ولكن ماشي نتاع الولاده، كيتسمى انقباض كاذب. فوس كونتراكسيون. من بعد كتكون معنا المولدة اللي كتسمى لا ساج فام. لا ساج فام. لا ساج فام. فممكن طرحوا بعض الأسئلة على المولدة، اللي منهم كي بو فونيغ افيك موا اون سال داكوشمون. كي بو فونيغ افيك موا اون سال داكوشمون. كي بو فونيغ افيك موا
من يمكنه الحضور معي en salle d'accouchement إلى قاعة الولادة؟ من يمكنه الحضور معي إلى قاعة الولادة؟ من بعد كيجي الحدث الكبير الولادة اللي هي l'accouchement. فبالنسبة للاكوشمون كاينين بعض السيدات كيفضلوا تخدير في الظهر أثناء الولادة، يعني لابيريدورال. فلابيريدورال هو واحد التخدير موضعي كيكون في الظهر اللي ما كيخليش يكون الألم أثناء الولادة الطبيعية. يعني لابيريدورال هي لا سوليوشن لا بلو افيكاس بور ان اكوشمون سان دولور. لابيريدورال يعني التخدير اللي كيكون في الظهر هي لا سوليوشن لا بلو افيكاس، هو الحل انجح او الانجع pour un accouchement sans douleur، لولادة بدون الم. La péridurale est la solution la plus efficace pour un accouchement sans douleur. فإلا بغينا ولادة طبيعية بدون الم فكنستعنوا بلا péridurale. وممكن لا قدر الله تكون ولادة مبكرة اللي هي la prématurité. La prématurité يعني ولادة قبل الوقت، اللي كتسمى لا بريماتوريتي. وفي غالب الاحيان كتكون ولاده طبيعيه اللي هي اكوشمون ناتوريل. ولاده ناتوريل طبيعيه او اكوشمون بار فوا باس. فولاده طبيعيه اما كنقولها اكوشمون ناتوريل او اكوشمون بار فوا باس. accouchement par voie basse. وممكن تكون ايضا ولاده قيصريه اللي هي accouchement par césarienne. دونك ولاده قيصريه. وبعض السيدات كيفضلوا الولاده في الماء اللي هي accouchement dans l'eau. ولادة دون لو في الماء. وبعض السيدات كيعانيو من عسر الولادة اللي هو لا ديستوسي. كتكون واحد لا ديفيكولتي في لاكوشمون كتسمى بلا ديستوسي او عسر الولادة. اكتئاب الولادة يعني اكتئاب اللي كيجي بعد الولادة اللي هو لا ديبريسيون بيرينات. فلا ديبريسيون هو اكتئاب، يعني بصفة عامة الاكتئاب هو لا ديبريسيون، واكتئاب الولادة هو لا ديبريسيون بيريناتال. من بعد كيجي المولود الجديد اللي كيتسمى لو نوفو ني. وبالنسبة للرضيع هو لو نوريسون. فيعني داك الطفل الحديث الولاده كنقول له ايضا لو بيبي. فبالنسبه لو بيبي دائما كيكون ماسكولين، يعني دائما كنقول له لو بيبي ميم سي تكون فيمينين، يعني واخا تكون بنت ما كنقولوش لها لا بيبي، لا دائما كنقول له لو بيبي. الرضاعه فبالنسبه لعمليه الرضاعه كتسمى لاليتمون. لباء بالنسبة للباء هو ماء أصفر كيهبط من لسان تاع لامامون قبل من الحليب، يعني واحد الماء أصفر كيهبط قبل من الحليب كيتسمى لباء. بالفرنسية كنقولو له لو كولوستروم. رضاعة طبيعية هي لاليتمون ناتوريل، يعني الرضاعة اللي كتعطي الأم لابن تاعها، يعني كتكون طبيعية لاليتمون ناتوريل. وبالنسبة للرضاعة الاصطناعية يعني كتكون بحليب الصيدلية أو البيبرون فكيتسمى لاليتمون أرتيفيسيال. هي رضاعة واصطناعية هي أرتيفيسيال. وكاين ايضا الرضاعه المختلطه، يعني الام كترضع الابن تاع رضاعه طبيعيه وفي نفس الوقت كتعطيه البيبرون فكتسمى لاليتمون ميكست. لاليتمون هي رضاعه وميكست مختلطه. من بعد ممكن تكون انقطاع الرضاعه، فهو مرض، يعني انقطاع الحليب فهو مرض اللي كيتسمى لاغالاكتي
A galaxy. La galaxy. اللي هو انقطاع الرضاعة. وكاين بعض الأطفال اللي كيتزادوا أو كيتولدوا قبل الوقت فكيتسمى طفل خديج. طفل خديج يعني ولد قبل الوقت. بالفرنسية كيتسمى بيبي بريماتوري. بيبي بريماتوري. بيبي بريماتوري. فهاد لي بيبي بريماتوري كنوضعوهم في الحاضنة اللي هي لا كوفوز. لا كوفوز. الحاضنة فاش كيتوضعوا الأطفال خداج كتسمى لا كوفوز. لا كوفوز. فالإمرأة الحامل كيظهروا عليها بعض العلامات اللي كتدل على تمدد الجلد. كتكون عبارة عن خطوط أو شقوق اللي كتسمى لي فيرجيتور. لي فيرجيتور. لي فيرجيتور. وأيضا كاين بعض السيدات اللي كيعانيوا من سكر الحمل، يعني واحد السكري اللي كيظهر فقط في الحمل. اغلب السيدات بعد الولاده فما كيبقاش يعني كيزول، كيتسمى لو ديابيت جيستاسيونيل. ديابيت جيستاسيونيل. ديابيت جيستاسيونيل او ديابيت دو لا غروسيس، يعني سكري الحمل. يعني وكيف قلت في اغلب الحالات بعد الحمل فكيزول هذا السكري. وبهذا كنوصلوا لنهاية الحصة. نتمنى درس اليوم تكونوا استفدتوا منه. فهذا الفيديو كان تحت طلب العديد منكم، فنتمنى تكونوا استفدتوا منه. فما تنساوش إلا عجبكم الدرس فشاركوه مع أصدقائكم وأحبابكم عبر مواقع التواصل الاجتماعي لكي تعم الفائدة، وخصوصا السيدات الحوامل. فنتلقاو في حصة مقبلة إن شاء الله.